يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يقول بعد كل فريضة سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه، أم هذا خاص بصلاة الفجر فقط؟ هذا ليس خاصا بصلاة الفجر ولا غيرها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا لا يخصص بوقت، بل يقال في أي وقت، لأنهما كلمتان عظيمتان، فيقولهما المسلم في أي وقت، بعد الصلاة، قبل الصلاة، وهو يمشي، وهو جالس، وهو مضطجع، على أي حال لا نعلم أنه يخصص بعد الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أنه يتم ذلك بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ أي نعم، ورد في بعض الروايات ويقول تمام المئة بهذا الله، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا أردتم المزيد من الأذكار بعد الصلاة والأذكار عموما، راجعوا كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، كتاب الأذكار، وهو كتاب جيد وحافل بالأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الوابل الصيب للإمام ابن القيم في الأذكار، كذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل هذه كتب موجودة في الأذكار. نعم.